بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد، حلقه جديده خطيره. عاملين وصفتين اخر لذيذه وسهلين جدا جدا جدا، ومش هتقفي كتير في المطبخ ولا حاجه. هنعمل اول وصفه مع بعض، المبكبكه. وصفه حلوه جدا وتحفه، مش تاخد منك ابدا اي وقت. هقول لكم ازاي نعملها مع بعض ان شاء الله تنبسطوا منها. والوصفه الثانيه شوربه البطاطس، بصوا لذيذه لذيذه جدا. هنعملها وهنضربها بالهاند بلندر، بتبقى قوامها حلو كده، نفطر بيها يا جماعه، خطيره. يعني ممكن ما تاكليش اي حاجه من حلاوه الشوربه. ان شاء الله تنبسطوا بالحلقه النهارده وتعجبكم، وابقى بديكم افكار تعملوا فطار ايه النهارده. كلنا محتارين، كلنا نصحى الصبح نبقى همنا وشغلنا شاغل، هنحضر فطار ايه؟ فيعني اهو نساعد بعض واقول لكم ازاي تعملوها، ان شاء الله تنبسطوا منها. وقبل ما اطلع فاصل، عايزه اقول لكم لكل اللي ما نزلش ابلكيشن طلبات، تقدروا تنزلوه حالا وتستمتعوا بخصم يوصل لغايه 50%. وكمان كل العملاء الجدد اللي هينزلوا الابلكيشن حالا دلوقتي ليهم خصم الاول اوردرين هيشتروهم، كل خصم من كل اوردر فيهم بيوصل ل 100 جنيه. حاجه ظريفه جدا، هتلاقوا كل حاجه بقى، اكل وشرب وادوات منزليه وادوات كهربائيه وبقاله، كل حاجه كل حاجه في طلبات مارت. فاحنا كمان لينا الكود بتاعنا بتاع اكل بيتي، الكود موجود اهوت على الشاشه عشان تاخدوا الخصم. فانبسطوا وتسوقوا كده ودلعوا نفسكم. احنا عايزين اي حاجه فيها خصم بصراحه. شكرا، احنا عايزين اي حاجه فيها خصم لو سمحتوا. بعد الفاصل على طول هنعمل ايه؟ المبكبكه باللحمه، خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي، المبكبكه باللحمه. بص، جميله جميله، والواحد جعان كده، وسهله ان شاء الله تنبسطوا منها جدا. هقول لكم بقى ايه المقادير. بصوا، انا معايا لحمه مسلوقه، والله بقى متبقيه عندك من قبل كده، عايزه تسلقيها لغايه لما تبقى مسلوقه معاكي وزي الفل. اي قطعيه لحمه مفيش مشكله، المهم انها تبقى مستويه معانا ايه ومسلوقه زي ما انتم شايفين. واي كميه برضو براحتكم، وحجمها زي ما تحبوا، عايزينها تبقى حجمها كبير حجمها صغير براحتكم خالص زي ما انتم عايزين. تمام. هنحتاج بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، معايا فلفل رومي اخضر متقطع مكعبات، ملح وفلفل، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من السبع بهارات، رشه من جوزه الطيب، معلقه صغيره من الحبهان البودره، ورق لورا. هنحتاج كمان طبعا كيس مكرونه، اللي هي المكرونه المرمريه الصغيره دي، اللي هي بيتقال عليها مرمريه او خواتم كده صغيره. معانا طبعا عصير طماطم، تقريبا خمس طماطميات ست طماطميات كده مضروبين في الخلاط. وكمان محتاجين بقى ميه سخنه او شوربه حسب بقى ما نحتاج، وهقول لكم ازاي تقدري تقدري انت محتاجه كميه الشوربه قد ايه او كميه الميه قد ايه. وبس خلاص، وصفه سهله جدا. للحله الظريفه دي هنحط زيت، وهنزل باللحمه المسلوقه كده اديها تشويحه، او ممكن حته سمنه لو عايزه، يعني ده ينفع وده ينفع. فين؟ ايوه تعالي انت. ناخد كده ايه اللحمه المسلوقه دي ونحطها كده ايه في الزيت، تاخد لها كده تحميره وتقليبه. اللحمه اللي معايا دي موزه، تمام، حته لحمه من الموزه، موزه كندوز، تمام كده. هقلبها كده، اديها رشه فلفل اسود حاجه خفيفه، هنقلبها بالشكل ده. بعد كده هوسع كده مكان وانزل فلفل رومي اخضر. ممكن تستغني عن الفلفل الرومي على فكره، بس يعني انا حطاه كده برضه هيبقى ظريف. بصل، ونقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. ونحط كل التوابل اللي انا قلت عليها، السبع بهارات، الحبهان البودره، كركم وكاري، كركم وكاري، ورشه جوز الطيب، ورق لورا، حبهان. احط ورقه لورا واحده بس، وتقريبا اربع فصوص من الحبهان، ممكن تحطوا حبهان بودره. نقلب الكلام الحلو ده كله كده حلو قوي كده اهو. وبعدين بقى ايه، اوسع مكان كده وانزل بالمكرونه اهو.
المكرونة المرمرية اللي هي الصغيرة خالص، أصغر حجم في المكرونة، ونقلب بقى الكلام الحلو ده كده مع بعض. هيبقى ظريف لو قلبتي المكرونة كويس، تاخد كده من ايه، من معلقة الزيت اللي احنا حطيناها ومن التوابل وتلون معاكي كده، تفضلي قلبي فيها، واول ما تاخد لون خفيف وتبقى تمام وجاهزة، بننزل على طول بالطماطم المضروبة في الخلاط اهو كده. وطبعا انتوا واخدين بالكم ان المكرونة نية مش مسلوقة، فمحتاجين نغطيها طبعا بمية سخنة، فهنحط مقدار مية اعلى من احتياج المكرونة علشان لازم تبقى فيها صوص كده شوية. فانا معايا هنا المية، هغطي المكرونة بارتفاع مية او شوربة تقريبا يعني اكتر من عولتين صباع، هنخليها اربع عقل من الصباع، يعني صباع كامل. يعني خلي ارتفاع المية اكبر من المكرونة بشوية. ليه بقى؟ انا عايزة المكرونة تستوي ولسه يبقى فيه شوية صوص، والمكرونة دي لازم تتاكل وهي سخنة، لان انا لو سبتها تبرد هتشفط وهتشرب كل الصوص والمكرونة هتبقى معجنة، فهي لازم تبقى في ساعتها كده في حموتها بعد ما المكرونة تستوي. لو لقيتيها شربت كل الصوص وناشفة كده شوية، تقدري طبعا تزودي لها شوية من الايه، الشوربة، او شوية من المية علشان تبقى معاكي. بصوا يعني احنا مثلا دي اهو جاهزة معانا، هنغرفها حالا. بصوا شكل الصوص عامل ازاي، هي لازم يبقى فيها كده ايه، صوص ما تبقاش ناشفة. فلو انت حسيتي انها ناشفة معاكي، زودي لها شوية شوربة، وطبعا دي تتعمل قبل الفطار كده على طول عشان تبقى سخنة وتتاكل وهي ايه، مليانة كده من الصوص اللي هي فيه. ده نجاح المبكبكة. لكن لو شربت الصوص بتاعها كله خلاص، هتبقى ايه، تبقى مكرونة مسلوقة عادي بالصلصة. فخلوا بالكم. انا معايا بقى الطبق الحلو ده، وهغرف المبكبكة الظريفة اللي معانا. ممكن نجيب المعلقة الكبيرة دي، حلة سخنة. طب استنوا كده لما افضلها مكان عشان اعرف اجيبها جنبي، لانها سخنة قوي. بس تعالي يا بنتي اهو، سخنة جدا. يلا بينا، بسم الله. بصوا بقى هتلاقوها ايه، خطيرة وجوسي كده، ومليانة ايه من الصوص، صوص البكبكة واللحمة. لو ما عندكيش حتت من اللحمة ممكن تستبدليها باللحمة المفرومة عادي، وطبعا اللحمة المفرومة مش هتحتاج بقى منك وقت تتسلق ولا الكلام ده. بصوا كده، بس كده، شكرا اهو، خطيرة بس، وريحتها تجنن. وعايزة بس كده رشة بقدونس، ياه ياه ياه، تجوع اخر حاجة. واخدتوا بالكم طبعا زي ما قلتلكم، بص بالمعلقة كده، تعالي يا استاذة سمورة لو سمحتي. ايوه تمام، عشان بس اوري صوص المكرونة عامل ازاي اهو. بصوا هو ده كده الصوص بتاعها، لازم تبقى ايه، مصوصوة كده، مصوصوة، مش عارفة اسمها ايه، معلش كأني ما قلتش حاجة، انا صايمة، ما حدش مصيصة، صيصة، والله هي دي الصيصة. صيصة دي يعني بايظة؟ ايه ده، في دوامة في الحلة، حد خد باله؟ والله في دوامة في الحلة، لا اله الا الله، والله انا محسودة، معرفش انا محسودة ليه، والله والله الناس اللي بتحسد دي اقول لهم ايه. بس الواحد بيبقى، الناس دي فاكره ان الواحد يا ما هنا يا ما هناك، ما عرفوش ان احنا هناك ومش عارفين نرجع، مش عارفين نرجع من هناك لغايه دلوقتي. اعملهم بكبكه بقى على الفطار، اديني بقول لكم على افكار اهو ان شاء الله. ونروح فاصل ونشوف ايه الحكايه، ايه الدوامه اللي حصلت دي، ونرجع بعد الفاصل نعمل شوربه بطاطس. خليكم معانا.
جيت. هنعمل دلوقتي بقى شوربه لذيذه جدا جدا، طعمها تحفه، وبصوا يعني فعلا الواحد يستفتح كده بعد المدفع ما يقول بوم، نستفتح كده بكوبايه شوربه او بطبق شوربه. شوربه البطاطس ظريفه جدا جدا، الناس اللي بتحب الشرب. بصوا معانا بطاطس متقطعه مكعبات، دول بطاطسايتين حجمهم صغير، يعني بطاطسايه واحده حجمها كبير مفيش مشكله، متقطعين صغير كده زي ما انتم شايفين مكعبات صغيره. ومعانا كمان بصل مفروم، بصلايه حجمها متوسط مفرومه او متقطعه صغير. معانا ثوم برده مثلا فصين ثلاثه من الثوم، ثوم صحيح ثوم مفروم براحتك مفيش مشكله. معانا برده شويه جزر، دول جزرتين كده كبار حلوين متقطعين مكعبات صغيره. معانا معلقتين من الزبده، معلقتين من الدقيق، ملح وفلفل، رشه من جوز الطيب، رشه بابريكا، ومعانا كمان شوربه. وبس خلاص خطيره، مش قادره اقول لكم بقى على اللذيذه. هنعمل ايه؟ انا عايزه هنا افتح النار في الحله اللي معايا دي واشوح الخضار الظريف ده كله، هقول لكم حالا. فين الشوربه يا شباب؟ ما جبتوليش الشوربه ليه؟ لو سمحتوا انا عايزه الشوربه. بصوا في الحله الظريفه دي حته زبده كده، عايزه الزبده كده تسيح، يعني معلقه زبده كده حلو اهو. الشوربه يا استاذ رأفت، يا استاذه نهى، يا اخوانا انا عايزه الشوربه. هاتولي شوربه. احنا دلوقتي بنحضر شوربه البطاطس، بس انا قصدي عايزه شوربه فراخ بقى، الشوربه اللي احنا هنحطها عليها. فاهمين قصدي؟ الزبده كده ساحت، هننزل بالبصل وننزل بالثوم تقليبه كده. عايزه اعلي العين اكتر شويه كده اهو، بصل والثوم والبطاطس والجزر، بطاطس والجزر، عايزين الكلام الحلو ده كده يتقلب مع بعضه ويبقى ظريف عشان ياخد من طعم الزبده وطعم البصل والثوم. دي تشويحه محترمه كده، واحنا بنقطعهم كده مكعبات كده، رغم ان احنا هنضربهم في الهاند بلندر ليه؟ علشان التقليبه اللي انا بقلبها دي ان كلهم يوصل لهم زبده وثوم كده ويبقوا ايه يعني متوغلين مع بعض. وكمان علشان يستووا معاكي بسرعه احنا عايزينهم يتسلقوا، هنسلقهم في شوربه فما ياخدوش وقت، يبقوا متقطعين مكعبات صغيره فبسرعه بسرعه يستووا، ونقوم حاطين لهم بقى الشوربه وتغلي وبعدين نضربهم بالهاند بلندر، بتبقى خطيره اهو. بصوا كده بصل وثوم وجزر وبطاطس، هحط ملح وفلفل ومش هحط كتير لان انا هسقيها بشوربه كده. الله الله الله، البصل ثوم الزبده ياه حلوين قوي. الحمد لله. الفلفل الاسود، الفلفل الاسود دخل في مناخيري. بس بقى كده الحمد لله يا رب. بصوا عايزاها تتشوح حلو قوي، ولو حسيتوا انها نزلت ميتها اصبروا عليها شويه، التشويحه دي هتعمل طعم حلو قوي للشوربه. بس كده اهو زي ما انتم شايفين، عايزاكم ما تزهقوش وتعملوا الكلام ده. وهنسقيها بالشوربه. بصوا انا هنا معايا واحده اهي، بصوا عقبال بس ايه ما تجيلي الشوربه دي بقى. بصوا بعد ما الخضار كله استوى ازاي، عامل ازاي، بصوا اهو كله استوى وبقى خطير. البطاطس والجزر، وعشان متقطعين صغير زي ما انتم شايفين هتلاقوهم على طول بقوا معاكم ايه زي الفل. معايا بقى معلقه نشا، معلقه دقيق، انا اسفه دقيق صح، دقيق ولا نشا؟ يا خبر عليا الواحد، خلاص يا جماعه ما بقتش شايفه حتى كمان. دقيق دقيق، معلقتين دقيق، ايوه هاخدهم معلقتين الدقيق دول، بخليهم دايما في الاخر بعد ما الشوربه خلاص كده تبقى جاهزه كده مستويه، بنحط معلقتين الدقيق ونقلب كده، نقلب كويس قوي، وبنجيب الهاند بلندر بقى ايه ونضربهم. فاهمين قصدي؟ بس كده، فده بيبقى شكل الشوربه. انا هنا شوربه الفراخ جت اهي، نحطها كده
ونسيب بقى الكلام الحلو ده ايه يستوي كده مع بعضه ويبقى ظريف. هنا بقى طبعا دي خلاص استوت وحطينا لها الدقيق حالا دلوقتي مع بعض، محتاجين بقى نضربها ضرب ناعم كده عشان تبقى شوربه. يلا بسم الله. للإزعاج بس كده، يا سلام. تعالوا بقى نحضر طبق ظريف كده او طاجن او اي حاجة تحبوها تقدروا ايه تحطوا فيها شوربة البطاطس اللذيذة دي. تعالي يا شوربة. بسم الله بسم الله. نحطها كده طبق شوربة في منتهى اللذاذة وسخن وخطير. احنا ممكن كده ايه ندلعه كده حاجة خفيفة قوي برشة بابريكا على الوش وكمان معلقة زيت زيتون كده حاجة خفيفة خالص على الوش. بسم الله بس كده خطير. طبق شوربة لذاذة بقى معلقة كده، يا سلام. ولو عندك برضو شوية عيش ناشف ولا حاجة بتبقى تحفة. حطها هنا كده. احنا عاملين برضو واحدة هناك حاطين فيها بقدونس، فبراحتكم تحبوا بقى بابريكا وزيت زي ما انا عملت كده ايه تحطوا بقدونس براحتكم خالص اهو. بس والحلقه خلصت. يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض المبكبكه، وصفه حلوه جدا وسهله قوي زي ما انتم شايفين. محتاجين يبقى فيها صوص وتتاكل كده وهي سخنه، بتبقى خطيره طعمها بيبقى يجنن. اهم حاجه اسلقي اللحمه واعمليها بنفس الطريقه وبالهنا والشفاء. والوصفه الثانيه عملنا شوربه البطاطس، شوربه ظريفه جدا وسهله جدا زي ما شفتوا، يعني طعمها كده لذيذ. واعتقد ان انت مش هتحتاجي تاكلي معاها اي حاجه غير طبق سلطه، يعني ممكن مثلا دبوس ولا حاجه لو احتاجتي، لكن هي لوحدها بتلكم وبتشبع وكمان مغذيه وظريفه جدا. فجربوها وجربوا وصفات النهارده ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش تخشوا على طلبات مارت وتجيبوا كل احتياجاتكم من الابلكيشن وتتاخدوا الخصم بتاع اكله بيتي. بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. اتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. باي باي.